السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في جرين واي. حلقة النهاردة بسيطة جدا وسهلة، وعلى قد سهولتها على قد أهميتها. طبعا احنا دلوقتي في فصل الشتاء، والجو في مصر عندنا برد، خاصة في فترة الليل بيكون الجو شديد البرودة، وفي بلاد تانية بيكون عندها صقيع وتلج بالإضافة إلى الرياح الشديدة. في الأجواء دي النباتات بتكون محتاجة لبروتكشن أو حماية من الطقس السيء، خاصة لو عندنا نباتات لسه شتلات صغيرة زي كده بتكون محتاجة العناية علشان تشد حيلها وتنمو بشكل كويس. الحل بسيط جدا ورخيص ومتوفر في كل بيوتنا، وهو الأكياس البلاستيك، ودي بتعوضنا عن الصوبة الزجاجية أو الجرين هاوس. الأكياس البلاستيك بتغطي الشتلات والشاليات اللي بيكون فيها تشكيل للبذور، بتشتغل معانا زي الصوبة بالظبط. كل اللي بنعمله بنجيب كيس بلاستيك زي كده، طبعا بيكون كيس شفاف عشان نتبع الضوء المهم في عملية البناء الضوئي، وبنغطي النباتات بتاعتنا بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده، وبنفتح في الكيس ده فتحات، نعمل كده ثقوب علشان نفاذية الهواء وعشان النبات ما يتخنقش، لانه طبعا النبات بيتنفس زينا. كمان يكون الكيس واسع شوية ما يلمس اوراق النبات، علشان بس لو في يوم مشمس وانا نسيت الكيس كده والكيس سخن ما يحرقليش ورق الزرع بتاعي. كمان اشيل الصوبة في الاوقات المشمسة، يعني مثلا اغطي النبات في فترة الليل اللي بيكون فيه ساعات شديدة البرودة، واشيل الكيس على الساعة 10 الصبح وارجع اغطيه تاني، وبكده اكون حافظت على النبات من البرودة والرياح. في فايدة تانية مهمة جدا، ان الكيس البسيط ده بيحمي الشتلات بتاعتي من العصافير والطيور والحشرات اللي ممكن تتغذى على اوراق الشتلة الصغيرة وبتأثر على نمو النبات وممكن توقف النمو. التالتة هي ان الصوبة بتوفر الجو الدافي المناسب لعملية انبات البذور اللي هي الجيرنيشن في اي وقت من السنة، خاصة في الشتاء. عشان نسرع من عملية نمو وانبات البذور بنغطي الشالية باكياس بلاستيك، وده بيزود الحرارة وبيحفز البذور على ان هي تنبت بسرعة. في طريقة تانية كمان علشان اعمل بيها صوبة للشتلات بتاعتي، بجيب اي ازازة حاجة ساقعة بلاستيك كده وبقطعها نصين، وبعدين باي مسمار سخن على النار ابتدي ان انا اعمل ثقوب كده فتحات تهوية، واغطي الزرعة بتاعتي كده. زي ما احنا شايفين كده، وبغطي الشتلة الصغيرة وبتقوم بنفس دور الجرين هاوس. بالنسبة للاحجام الكبيرة من النباتات، لو كان عندي شجيرات مثلا وعايزة احافظ عليها من البرد او الرياح، فانا بجيب رول من البلاستيك التقيل واعمل قوائم معدنية او خشبية واثبت عليها البلاستيك مع عمل فتحات تهوية مناسبة، بتشتغل معايا كصوبة ناجحة جدا. اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم، واللي بيشوفنا لاول مرة ممكن ندوس على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو مكتوب عليه سبسكرايب، ونفعل الجرس عشان توصلكم كل حلقاتنا الجديدة. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله، في امان الله.